لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بشان الايراني الاستاذ حسن راضي. اهلا بكم الى استوديو الرافدين استاذ حسن. المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل صرحت بان قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي جعل الاوضاع اكثر توترا، هل برايك من المتوقع ان تكون هناك مواجهه محتمله بين امريكا وايران؟ لا طبعا، يعني اذا تحدثنا عن مواجهه عسكريه انا استبعد انه ايران يعني تبتعد من اي مواجهه خاصه مباشره مع الولايات المتحده الامريكيه او مع اي طرف اخر، نظرا لظروف ايران الداخليه الاقتصاديه والسياسيه. فايران عاجزه على الرد حتى من يعتدي عليها، وراينا انه يعني اسرائيل ضربت القواعد العسكريه الايرانيه في سوريا ودمرتها حسب الاعلان الاسرائيلي، وايران لم ترد على الامر، وحتى القصف الذي استهدف الجولان ايران لم يعني تعترف به ولم تتبناه، بل قالت المقاومه يعني قصفت الجولان. فهذا اقصى رد ايراني على قصف يعني مواقعها وقواعدها العسكريه. لذلك انا اعتقد ايران تستبعد انه تقوم برد او باي مواجهه، لان تعرف انه النتائج ستكون كارثيه على النظام الايراني ومستقبله. لذلك يعني ما تصرحت به ميركل مستشار الألمانية أنا أعتقد هو من أجل إيجاد ضغط أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تسمح للشركات الأوروبية والدول الأوروبية الاستفادة من الاتفاق النووي دون وقوعها تحت العقوبات الأمريكية. في سياق رد الفعل الأوروبي وفي مكالمة هاتفية، يعني اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي مع الرئيس دونالد ترامب على عقد مباحثات حول العقوبات الأمريكية ضد طهران، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه العقوبات بديلة عن مواجهة محتملة مع إيران؟ طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد عازمة على يعني الضغط على كل الأصعدة على طهران حتى إيران تخضع للجلوس على طاولة الحوار والنقاش وتبدي استعدادها للموافقة على حوار ونقاش لاتفاق نووي جديد. وأوروبا من جانبها تحاول أن تحافظ على هذا الاتفاق وتستفيد أيضا اقتصاديا ولا تخسر عقودها واستثمارها في إيران. فهناك بالتأكيد مناقشات وحوارات ستكون معمقة ويعني مقترحات بين الطرفين بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لكن بالتأكيد هناك قلق مشترك بين الدول الأوروبية وأمريكا حيال عدة ملفات يعني متعلقة بإيران، منها الصواريخ البالستية ومنها تدخل إيران في المنطقة والملف النووي ومعالجة الثغرات. لكن أنا أعتقد في نهاية المطاف سيكون اتفاق أمريكي أوروبي، وهم يعني أقرب إلى بعضهما من إيران. لذلك أنا أعتقد سيكون الاتفاق بين الدولتين على توافق على صيغة معينة يعني الابتعاد من التأزم فيما بينهم، لأنه أعتقد أنه هناك موقف مشترك لكن يحتاج إلى وقت، وبالتالي إيران ستخضع إلى الاتفاق الأمريكي الأوروبي، ولا أعتقد هناك سيكون تصعيد بين أوروبا وأمريكا أو بين أي دولة مع إيران. البرلمان الإيراني يقترح قرار لا يستبعد استئناف تخصيب اليورانيوم ردا على واشنطن، ما تداعيات هذه الخطوة إن فعلت إيران ذلك؟ وهل إن تنصلت واشنطن من الاتفاق يعني أن إيران غير ملزمة أيضا أمام من اتفق معها من الدول الأوروبية؟ أنا أعتقد طبعا ما قام به يعني البرلمان الإيراني هو عرض عضلات وداخلية بالتحديد، وإرسال رسائل إلى حكومة روحاني بأنه المحافظين يعني يرفضون الواقع المرير الذي يعيشه النظام الإيراني وخاصة خروج الولايات المتحدة الأمريكية. حتى حكومة خامنئي تمارس أقصى ضغوطها على أوروبا المحافظة على الاتفاق النووي، هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أعتقد يعني المحافظين يحاولون يضغطون على روحاني، وروحاني يحاول بكل جهد الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن بالتأكيد إيران ستخضع لأمر الواقع وستقبل بالمفاوضات، لأن لا خيارات ولا بديل لإيران عن الاتفاق النووي حتى. نعم أستاذ حسن، هل هناك برأيك ربط بين إعلان وكالة الطاقة الذرية استقالة رئيس مفتشيها وتداعيات القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي؟ بطبيعة الحال له سبب مباشر، لأنه هذا يعتبر من ردات زلزال خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، يعني أثر بشكل مباشر
على استقالة رئيس يعني وفد المفتشين في إيران، وأنا أعتقد ستكون هناك ردات أيضا كبيرة، ارتدادات كبيرة على هذا الحدث لأنه كبير، ويعني يشمل حتى مواقف في أوروبا وحتى في الداخل إيران. لذلك خروج الولايات المتحدة من الاتفاق أنه هو سيجعله منهارا، إلا إذا وافقت إيران باتفاق جديد حتى تنقذ هذا الاتفاق، لأنه على لسان المسؤولين الإيرانيين أنه أوروبا لا تستطيع إنغاذ الاتفاق الجديد دون الولايات المتحدة الأمريكية، لن تتحمل يعني عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الأستاذ حسن راضي المتخصص بشأن الإيراني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.